عروض رنين، عروض رنين على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية، أسعار الشاشات في رنين، أسعار الأجهزة الكهربائية في رنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله في حلقة النهاردة نتكلم مع بعض عن عرض من عروض شركة رنين على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. إن شاء الله الحلقة تنال إعجابكم. يلا بينا نبدأ حلقتنا على بركة الله، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول جهاز معنا إن شاء الله تكييف يونيون إير 2.25 حصان بارد ساخن ديجيتال، سعره عامل 10600. تكييف بريميوم 3 حصان بارد ساخن انفرتر ديجيتال عامل 15800. تلاجة فريش 2 باب نوفروست 397 لتر زجاج سمارت، سماعات بلوتوث عاملة 13150. محضرة طعام 27 وظيفة 750 وات فريش، سعرها عامل 1350. شاشة سامسونج 55 بوصة سمارت ريسيفر داخلي الترا اتش دي، سعرها عامل 10000 جنيه، ومعها استند شاشة ثابت عريض يشيل لحد 55 بوصة، سعره عامل 120. ديب فريزر توشيبا رأسي 7 دور بنفروست عامل 13250. يونيون اير تلاجة 2 باب نفروست 370 لتر ديجيتال باب زجاجي مقبض داخلي عاملة 11000. شاشة LG 32 بوصة سمارت اتش دي ريسيفر داخلي عاملة 4500، ومعها استند شاشة معدني يشيل لحد 32 بوصة، سعره عامل 70 جنيه. تكييف يونيون اير 1.5 حصان بارد ديجيتال، سعره عامل 7800. تكييف تورنيدو 1.5 حصان بارد ستاندر، سعره عامل 8740. غسالة ملابس فوق اوتوماتيك يونيون اير 10 كيلو فضي عاملة 5000 جنيه. غسالة ملابس توشيبا فوق اوتوماتيك 8 كيلو ديجيتال سيلفر عاملة 6100. غسالة ملابس هوفر فوق اوتوماتيك 7 كيلو 1100 لفشة ديجيتال عاملة 9600. دي فريزر افقي 300 لتر دي فروست ديجيتال فضي ستلس عاملة 5000. الكترو ستار دي فريزر رأسي 5 درج نوفروست سيلفر ماجستيك عامل 8850. سخان اولمبيك 40 لتر ميكانيكال سعره 1980. سخان اريستون غاز طبيعي 6 لتر ضمان 3 سنين عامل 2400. سخان يونيون اير 10 لتر اسود مراية سعره عامل 2500. بوتوغاز ايكو 5 شعلة يونيون اير 60x80 سطح ستلس جوانب سيلفر اشعال ذاتي لمبة في الفرن موتور شواية مروحة سعره عامل 4700 ضمان 7 سنين. بوتوغاز فريش 4 شعلة مقاس 60x60 بلازة مروحة عامل 5200. طبعا ده بيكون شركة فريش، لو غاز طبيعي يبقى شركة الغاز الطبيعي هي اللي هتيجي تركبه. مكنسة برميلية بلاك وايت حلة ستلس 1700 وات ضمان سنتين عاملة 2600. تاتش فرن كهربائي 36 لتر شواية ولمبة ومروحة عامل 1200. ميكرويف فريش 20 لتر فضي 700 وات سعره عامل 2350. مبرد كولدير 2 حنفية بارد ساخن اسود في سيلفر سعره عامل 3950. الكترو ستار سخان كهربائي 50 لتر ابيض ضمان 3 سنين عامل 1600. تاتش برضو دفاية مروحة 2 مستوى للحرارة 2000 وات ضمان سنتين عاملة 650. خلاط سكاني 1 مطحنة 500 وات 1.8 سعة الشفشق عامل 480. كبة تاتش برضو 700 وات 1.5 لتر فيها أداة التقطيع بتاعتها ستلس ومعها قشرة توم عاملة 650. ماكينة إزالة شعر الوجه الميني براون أصلية ضمان سنتين عاملة 800 جنيه. هاند بلندر فريش 800 وات بيكون معاها مضرب بيد ستلس وهاند ستلس عامل 980. ماكينة حلاقة رجالي شعر ماركة براون عاملة 1400 جنيه. كشاف طوارئ جراند 60 سنتي 2 لمبة شاحن طبعا عامل 360. غلاية فريش بايركس 1.7 لتر 2200 وات ألوان
عاملة 415، مروحة سقف فريش 56 بوصة رافال، إضاءة LED 5 سرعات 3 ريشة عاملة 600، سائق ناموس إلكترو ستار 43 سنتي، 2 لمبة ضمان سنة عامل 700 جنيه. برضو معانا مضرب بيت بالعجان نوفال 300 واط، ومعاه هاند ستانلس، ده كويس جدا للعرسان الجداد او للبنات الصغيره اللي بتتعلم برضو الطبخ، ده ممتاز جدا واستخدامه كويس، والحله بتاعته حله دواره. دفايه هولوجين ميجا 2000 واط، 4 شمعة هرمي، سعرها عامل 400 جنيه. فرشه شعر صيني 45 واط، سعرها عامل 200 جنيه. غلاية استانلس 1.8 لتر 1500 واط بلاك اند باور، سعرها عامل 100 جنيه. راش براش ماكوت شعر كيرلي ضمان 5 سنين، سعرها عامل 777. هارفي ماكوت مكوة جافة 1000 واط 6 رطل ضمان سنة، سعرها عامل 400 جنيه. غلاية فريش بايركس 1.7 لتر 2200 واط الوان، سعرها عامل 400 جنيه. خلاط فريش بدورة 1.5 لتر ومطحنة 360 واط عامل 400 جنيه. مكوى دريم بخار 2200 واط قاعدة سيراميك ضمان سنة، سعرها عامل 400 جنيه. شواية تاتش ريستو مستطيلة 2200 واط، سعرها عامل 400 جنيه. ريسيفر فور تيك فول اتش دي 5000 قناة متعدد الأقمار، ومعاه لاقط LNB واحد مخرج هدية عامل 400 جنيه. ريسيفر استرا فول اتش دي 6000 قناة اتش دي ام اي واتنين مدخل USB عامل 400 جنيه. ميانتا ماكو شعر سيراميك 215 درجة الحرارة كيرلي عامل 400 جنيه. كبة خضروات وفواكه ميديا تك 500 واط، 2 سلاح استانلس، سعرها عامل 400 جنيه. فرشة شعر 70 واط، دي بيبقى عليها المفروض ضمان سنة، عاملة 300 جنيه. سلكة بالكيمي حريمي 3 ملحقات للعناية الشخصية، برضو مواس وملاقيت وصنفرة، عاملة 300 جنيه. كشاف طوارئ جراند 3 لمبة، سعره عامل 300 جنيه. هاند بلندر يدوي ماركة دريم 600 واط استانلس ضمان سنة، عامل 300 جنيه. ريسيفر سيناتور فول اتش دي 5000 قناة متعدد الأقمار، سعره عامل 400 جنيه. غلاية استانلس هارفي 200 جنيه سعرها، والسعة بتاعتها 2 لتر. غلاية دريم 2 لتر بلاستيك 1500 واط، عليها ضمان سنة، سعرها 200 جنيه. ريسيفر سيناتور فول اتش دي ده اسمه A10، سعره عامل 300 جنيه. ريسيفر بنجامين فول اتش دي 6000 قناة 100 قمر، سعره عامل 300 جنيه. اريون فول اتش دي 5000 قناة USB متعدد الأقمار، سعره عامل 300 جنيه. كنكة قهوة دريم بلاستيك 500 ملي، ومعاها مج تركي عامل 100 جنيه. برضو طقم سماعات ميديا تك 2 قطع كمبيوتر أو لابتوب بيعمل 200 جنيه. في برضو مكوة شعر صيني سعرها عامل 200 جنيه. في برضو شفاط زجاجي نوفال مقاس 20، سعره عامل 200 جنيه. بايركس غلاية 2.25 لتر 1500 واط، السعر 200 جنيه. ستاند شاشة ماستر معدني وسط، السعر 100 جنيه لحد 55 بوصة. هولدر او حامل موبايل للسيارات لادينيو، سعره عامل 100 جنيه، ده في غلق اوتوماتيك. دي برضو بعض الريفيوهات اللي موجودة في القناة عن الأجهزة الكهربية والأجهزة المنزلية، هتلاقوا إن شاء الله قوائم في كل الأجهزة دي، هتلاقوا لها قوائم في صندوق الوصف بنشرح فيها بالتفصيل كل جهاز على حدة ومميزاته وإمكانياته وإيه الفرق ما بينهم، عشان تقدروا تختاروا ما بين الموديلات وما بين الماركات والأنواع، تعرفوا إيه المميزات. ولكن العروض اللي بتبقى نازلة احنا بس بنقول لكم الجهاز وسعره. يا رب الحلقة تكون نالت إعجابكم، لو أول مرة تشاهدونا يا ريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس
على وضع الكل، وعمل اعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد عن الاجهزه الكهربائيه والاجهزه المنزليه. واللي عنده اي سؤال او اي استفسار يكتبوا لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله باذن الله تعالى هنرد عليه في اقرب وقت ممكن. شكرا لكم على المتابعه الجميله ديت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.